بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الأنجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أتقدم بهذه المناسبة الزاكية، ألا وهي مناسبة الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليهما، وكذلك أقدم لكم التهاني أخوتي المشاهدين جميعا. وقد أعددت لكم هذه القصيدة ونظمتها وأسميتها الولادة والولاء. ولادة الحق ولادة الرضا، ولادة الحق ولادة الرضا، بها الرضا جاء بمحكم القضاء، بها أبان الله في الشريعة حقائقا كاملة للشيعة، بأنها النهج الإلهي الأبر، وما عداه نهج من كان كفر. وقال إذ قال لنا خير البشر: أئمتي بعدي هم 12، فالواقفي والذي له سبق حتما عن الدين الحنيفي أبق، فمن رضى إمامة المولود حقا رضى إرادة المعبود. ولادة الحق ولادة الرضا، بها الرضا جاء بمحكم القضاء. فما رضى به الرسول الصادق فقد أراده الكريم الخالق، فالشيعة الحقة من ترضى به، فالشيعة الحقة من ترضى به، فالشيعة الحقة من ترضى به، إمام حق، إمام حق جل في صوابه، فالشيعة الحقة من ترضى به، إمام حق جل في صوابه، بمقتضى السنة والكتاب، بمقتضى السنة والكتاب، نال الصواب منه بالصواب، والرشد والبصيرة المؤيدة كانت لنا لأنها مسددة، سددها لنا الإله القادر، سددها لنا الإله القادر، من عالم الذر برشد تصدر. ولادة الحق ولادة الرضا، بها الرضا جاء بمحكم القضاء. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. والسلام عليكم أخوتي المشاهدين ورحمة الله وبركاته.